وفي فقرتنا مشاهدينا هنتكلم عن الانتخابات الرئاسية، وبيتسابق المرشحون الرئاسيون في تكثيف الدعاية الانتخابية في آخر يوم وقبل الدخول في فترة الصمت الانتخابي اللي هتبدأ غدا الجمعة، وهتتوقف فيها الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر بحيث يتاح فرصة للناخب أنه يركز في اختيار المرشح اللي بيرغب في ترشيحه دون التأثير عليه. الهيئة الوطنية للانتخابات حددت فترة الصمت الانتخابي قبل عملية التصويت بيومين، وهم يوم 8 و 9 ديسمبر، وده وفق القانون وما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات في جدولها الزمني الخاص بالانتخابات الرئاسية. هنتكلم أكتر عن الانتخابات الرئاسية 2024 مع ضيفنا اللي بشرفنا في الاستوديو، الأستاذ إسلام عفيفي الكاتب الصحفي. صباح الخير أستاذ إسلام. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، منورنا في هذا الصباح، وطبعا سعداء بوجودك معنا وسعداء كلنا كمصريين في الأيام دي وهذا الاستحقاق الانتخابي المهم. رؤيتك ايه بقى للساعات الاخيره قبل الصمت الانتخابي؟ اولا احنا سعداء ومطمئنون ومستقرون، وده العنوان الابرز للحاله والمرحله اللي بنعيشها، وبالتالي يعني علينا كلنا واجب وحق، علينا واجب ان احنا ندلي بصوتنا، وده حق لكل من له حق التصويت حسب ما حدده القانون. وبالتالي يعني المصريين بيعتبروا السباق الانتخابي او الاستحقاق الرئاسي مناسبة وطنية بيتم فيها يعني احتشاد المصريين واصطفافهم، مش بس فكرة التعبير عن الرأي، لا، هم المصريين بيبقوا مبهرين في ويبدعون الحقيقة، بيخرجوا عن السياق الطبيعي والتقليدي في مسألة الانتخابات، خاصة الانتخابات الرئاسية. حالة الفرحة اللي بتسيطر على البعض، حالة أو الرغبة في أنه يظهر قد إيه هو سعيد بالمشاركة وأنه حريص على المشاركة وأنه يوصل صوته، مش بس يعني إحنا بنوصل صوتنا، لا، إحنا بنوصل صوتنا للعالم كله، خاصة في توقيت في منتهى الحساسية، ويعني ربما لم تمر به مصر من قبل أن تكون لديها استحقاق رئاسي، وفي نفس الوقت بنواجه أزمة كبيرة في المنطقة ومتفجرة، وبتواجهها الدولة بكل مؤسساتها، بكل جدية، بكل وطنية، بكل شجاعة، بكل جرأة، بكل يعني بكل ما تحمله كلمة المسؤولية الوطنية والقومية من معنى. وبالتالي المصريين في الحالة دي واجبهم ان هم كلهم يقفوا جنب وطنهم، بلدهم، ان كلنا بنخرج بنعبر عن رأينا ايا كان هو رأيك، بنبقى سعداء بفكرة المشاركة في حد ذاتها، بتبقى يعني كأننا خارجين مجموعات أو أصدقاء أو عائلات وأسر أو مجموعات حتى من العمل. ده المستقبل اللي هنلاقيه يا أستاذ إسلام، يعني صوتك اللي هتدلي بيه دلوقتي واختيارك وقرارك هو ده المستقبل. لو جينا نتكلم من النقطة اللي علاقة بقى ببناء قراري دلوقتي، صحيح، الفترة الخاصة بالحملات الدعائية والمؤتمرات اللي نظمها المرشحين وحملاتهم الانتخابية، إزاي شفتها وإزاي كانت يعني كانت متنوعة وكانت موجودة يعني بتصل لكل الفئات في كل المحافظات وتأثيرها بقى على القرار؟ طيب نقول حاجتين أساسيتين. الأولى إن المرشحين بيمثلوا التيارات الأعم والأغلب السياسية في مصر، من اليسار إلى اليمين، من اليسار إلى الليبراليين، وبالتالي يعني أي حد بينتمي إلى توجه سياسي سيجد المرشح الذي ينتمي إلى فكره أو إلى تياره، ده رقم واحد. رقم اتنين اني يعني حرص الدوله كدوله كمؤسسات دوله في ان تكون الاجواء طبيعيه وهادئه وتسهيل كل ما يتعلق بالعمليه الانتخابيه كان واضح طوال الايام الماضيه، وان الحكومه كانت يد وعون للهيئه الوطنيه للانتخابات وفق يعني كل ما رايناه في الايام الماضيه. وبالتالي احنا يعني المشهد ليس فيه ما يعكر الصفو كما يقولون يعني. ده اولا. ثانيا خلينا نقول ان المرشحين وحركتهم وحملاتهم، احنا حديثي عهد بمساله التعدديه. احنا لاول مره تشهد الانتخابات الرئاسيه هذا العدد من المرشحين ومن التيارات المختلفه. ودي مساله مهمه.
المسألة الثانية إن التحركات المرشحين كانت على مستوى كل المحافظات، والتواصل كان على مستوى كل الأعمار وكل الفئات، من خلال طبعا عندنا القنوات يعني أو وسائل الإعلام كلها كانت بتغطي وفق القانون كل الدعاية الانتخابية أو كل نشاط كل مرشح بما يحقق العدالة أو المساواة ما بين المرشحين، وليس لم نشهد انحياز لمرشح على حساب مرشح آخر. ده موجود، وتقدر أي غرف متابعة أو رصد أو إن هي تأكد ده وبقلب مطمئن. الحاجة الثانية إن إن إحنا نجد في مصر فكرة الحملات الانتخابية وتحركاتها، وفي حاجة كده بنسميها إن احترام المنافس. يعني لم نجد مثلا أو نرصد اتجاهات سلبية من مرشح ضد آخر، وبالتالي ده يعكس حالة من التنافسية، حالة من يعني الشرف في التنافس زي ما بنقول، حالة من الاحترام ما بين المرشحين. وأعتقد المرشحين في الفترة اللي فاتت وإحنا تابعنا إن في اهتمام بالقضايا الكبرى. يعني ما فيش برنامج حضرتك محدد لكل مرشح بيتكلم فيه بشكل، لا كان في قضايا كبرى بيتم الحديث عنها، بحيث ان كل مرشح كان بيتوجه للمصريين بما يشغل بال المصريين. يعني على سبيل المثال الاقتصاد هو التحدي الاكبر لمصر في هذه الفتره، فنجد مرشح يطرح افكار مرتبطه بكيفيه التعامل مع صندوق النقد والبنك الدولي مثلا، مرشح اخر يهتم بكيفيه يعني مثلا توفير سلع او التشغيل ومساله التوظيف، اخر يتكلم في مساله الصناعه، وثالث يتكلم في مسائل مشاركه مثلا الشباب وغيره، كيفيه الحفاظ مثلا على الامن القومي فيما يتعلق بالقضايا اللي بتحيط بمصر. وهنا الحقيقه الفتره اللي فاتت كانت فتره كاشفه. يعني الضغوط اللي حاصله وشد اطراف مصر بهذا الشكل جعل المصريين ينتبهوا بشده في حالة من الاستنفار الوطني المعتادة. يعني احنا بنشهد دائما في مثل هذه الظروف، سواء ما يتعلق بالانتخابات او الاستحقاق الانتخابي، ما يتعلق بالأزمة اللي حصل وانفجار الأوضاع في غزة، فالمصريين في حالة استنفار. الاستنفار ده طبعا اترجم في دعم غزة بأشكال مختلفة شفناها على مدار الأيام اللي فاتت، والتحالف الوطني ودعم الدعم اللي حاصل، لكن ايضا في حاله استنفار بان هم يشاركوا بقوه في هذه الانتخابات ليسمعوا العالم صوتهم في هذا الموقف، وانهم مع بلدهم في هذا التوقيت الحرج اللي بتمر بيه المنطقه كلها.